السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم الأنصاري من قناة البخاخ جيمر وأخوكم. ابو السماسم 909 من جيمرز كريبرز. رجعنا لكم مكملين تختيم لعبة ريزدنت ايفل 3. آخر مرة وقفنا هنا بعد المستشفى. ايه باقي الواحد اللي حصلناه. ايه حصلنا واحد، ايوه في الحلقة اللي قبل هذه أخذنا واحد. طيب نحن الحين فين؟ نرجع من هنا. انتبه الشخصية دي الغامضة اللي قلت انه اذا عضك عضة جامدة، ترى ابو راس هو ما ادري كيف شكله، بس اللي انه اللي قلت لك عضته ترى تختلف صراحة. طيب احنا الحين ننزل من هنا ولا لا؟ احنا انت الحين جيت من الاختصار، فيه منطقة هناك. ايوه ايوه هاي هذا ايوه معلش، لا ايوه هذا ما شغلناه عشان يطلعنا المصعد اللي هنا عشان نروح الجهة ايوه الثانية. أنا ما أرتاح إلا لما يكون الشتجن فيه رصاص، ولا عندنا ماجنم كويس. الماجنوم قلت لك استعمله مع الشخصية ذيك الغامضة أفضل لك. راح ننزل من هنا. صراحة والله للآن اللعبة ما تستاهل يعني 63 دولار، ولا انت شو رايك ابو سالم بخصوص ايش؟ بخصوص سعر اللعبة الغالي هذا 63 والله دولار هو شوف، بيني وبينك انا ترى ما افتكر ايش ضافه وايش حذفه، لان اللعبة ما تعمقت فيها وطلع لك هذا ابو فم كبير. افتح فمك افتح فمك، اعطي عكسي وخلاص اشد ابلع ابن الذين. شايف الكوم هذا عندك؟ هذه عندك بس استعمل واحدة قاذفة، ضار انك تفجر واحدة فيهم خلاص. خليهم يجوا، خلينا نحشرهم هنا كلهم مع بعض. بس ايوه بس كويس. شوف المنطقة اللي خرجوا منها، ممكن في اغراض طيب نحن نحتاجها بعدين. هذه ما نحتاجها، خلينا لا 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 انا بفضل انك تحتاجها، بس دقيقة هذه ترجع لها دحين، بس روح المنطقة حقتهم هناك بس. طيب. وكمان شوف شوف الرصاص هذا الغريب حق الشتجن، ايش هو بالضبط يعني؟ هذا هذا شيل هولدر. لا لا مو تبع هذا، هذا حاجة ثانية. طيب ممكن حصل مسدس قدام او سلاح. هذا الفيوز ثاني. ايوه طيب كويس، عندنا مكان تزال امها عاد. طيب دقيقة دقيقة، اللانشر 2 ولا 3 يتعبى؟ ايش هو؟ اللانشر اللي معك، اللانشر اللي هو هذا اللي على اليمين، اللانشر هذا اللانشر. ايه شوف كم رصاص يشيل عندك. خلينا نسوي له شحن مليان، فيه 6 و3 و2 حوالي 10 أو 9 رصاصات. ادخل ادخل جوا في هذا الحظيرة، في حاجة نحتاجها هنا نسوي لها ميكس. يكون شوف فيها في اشياء، خذ الميكس هذا وسوي. ايوه خلي هذا نسوي له ميكس. تمام طيب يكون ايه هذا الشتجن. طيب تمام، لا مو الشتجن عفوا، الماجنوم. ماجنوم الماجنوم على كذا حيكون ما في مكان، لازم نرجع للخزينة. طب دقيقة دقيقة دقيقة، في مكان الحين، في مكان ناخذ ذا. طب اذا خلطت الفيوز اللي قصدي اذا خلطت الرصاص مع بعض ممكن يديك ممكن يديني شاتجن، رصاص شاتجن شاتجن ممكن. شوف ايش هو اصلا كان حيديك. اتوقع شوف ايش البودر، نفس البودرة نفسها هذه طبعا نفس الجمبر هذا، اي نفسه يعطيك شت كان يعطيك الذخائر. خلاص احنا الحين ما نحتاجها. الجلوك خلينا فين حنحصل الفيوز الثالث؟ باقي لنا واحد. صراحة الماجنم والله ابداع ابداع، مو شيء ارفع له القبعة.
يا حبيبي من طلقة واحدة جاب ذا السمكة السلحفاة. هذا السيد ضفدوع. مش ذا الرصاص؟ طيب روح من هنا نجهز. جينا من هنا أول مرة ماضية. طيب ما رحنا من هنا ولا احنا راح نرجع انه اعتقد باب انا في زين ولا دحين الغراض اللي معك رجعت ستورج عشان نحتاج راح نحط الفيزات ثنتين عشان المساحة. طيب هذا لسه هنا لا هذا واحد ثاني هذا بس انا ما اعتقد ان اقول لك ماجنوم يدفع معه ماجنوم هذا عبته ترى قوية ابو عضبه صاحب ابو سالم ايوه هذا كان يجيله في المحل اقول لك رجع زي ما هو ابلع على اذنك ابن الذين اذنك ابن الذين لقينا واحدة بس عشان ماخذين مسافة عفوا مساحة حيث حالك دحين اللي يبغى يطلع اهلا وسهلا معي مقنم يا حبيبي عاوزني اطخك حضرب بالمليان الله ضرب لك في المليانين طيب فين نروح؟ جينا خلينا نروح من هنا الاخت ايوه المشي قدام هنا في مكان تنزل منه هنا نزلنا منه اول طيب عندي احساس انه من الباب اللي هذا الباب فيه اختصار صح في باب هنا ندخل نخرج منه وهذا طيب ها كويس هذا اللي حسب انه سلم اختصار وقتها ايه على بال اختصار طلع ما هو اختصار هذا الباب هذا ايش ارسلوه هنا؟ ماجنوم واحد بس ابلع ابلع هذا لو الشتجن ترى طلقتين روح خذ الرصاص حق الشتجن كنا نحتاجه اللي فين مت... اللي ورا اللي هناك ايوه طب خلينا نرجع لعبة ريزدنت ايفل كذا مشوره تروح وبعدين ترجع وبعدين تروح وترجع لين ما شيء براسك
طيب خلينا نخلط هذا مع هذا. الله اعطانا الرصاص ذا. ايوه هذا هو. لا كويس نحتاجه. ناخذ الزرعه. شوف بعد عندك مليان من الريد هيربس في خزن عندك في الصندوق. ايوه نضيفه على هذا بعدين نمشي. امبريلا اما يتذكر بدايات ريزدنت ايفل كود فورنيكا وريزدنت ايفل زير وريزدنت ايفل 1. ايوه ذكريات كانه طرطية ولا كانه هوت دوغ. هذا هوت دوغ حق السلاح. طيب ما موجود السلاح هذا. اعتقد انه ميكس مع الشوتجن عشان كذا يجيك ممكن طلقات وغير. نحطه في الصندوق. طيب فك الصندوق. طيب خلينا نحطه في الصندوق على قولك. ايه اعتقد هذه ما عاد نحتاجها حاليا. لا خليه ما دام انه ما جاء عليك حذف اعرف انه يحتاجه قدام. طيب وانا ليش متعب نفسي الحين وحاط هذه ماخذه من سابق نحط على ذي. ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في بس دقيقة كم هذا جن بودر عندك فيه؟ عندي واحد. هذا واحد. هاي اثنين. هذا الثاني. عادي محتاجين الرصاص العادي. يلا حلو. اصلا محتاجين اي رصاصة حصلها. ايه. ما نعرف ايش راح يقابلنا قدام. هذا الفيوز حصلناه. حلو يلا بينا. خلينا نسجل. اول تسجيله اتوقع ما عاد باقي شيء خلاص يعني. ما في الا النهاية اعتقد خلاص. انا احساس النهاية على قلت باينة من المكان اصلا. يا قاموا ها الحين قمتوا لد الذين. لا يا شيخ انتبه منهم ترى هذا انتم انطلاقه جامده. لا الذين والله ما جابك من بعيد بس انتبه دمك شو جاي مدرعم. ايوه هذا ترى مال احرج اكبر. يخرب بيته يا ابن الذين. دي واحد شتقن وخلاص. شتقن ما عندي. مو شتقن معلش مجنون بس دي واحد مجنون. خلاص اتأدى ابن الذين. خرب بيتك. والله جلس مصمص فيك لان قلت بس. اصحابه ماتوا مو راضي يحل. هو دائما زي كذا يغثوك في النهاية. نشحن. فقع الذين. مين؟ اسمه هو؟ كارل مو كارلوس؟ نيكولاس. نيكولاس. كان هنا موجود. ايوه. هذا اللي هو ايه حق شتقن تفضل. لا حق المقدم هذا. ايوه بس تمام يعني ايش بيصير يعني ست طلقة الحين زي القذيفة.
تلقى القذيفية. ايوه ما في شيء. هنا مين؟ ايوه راح اخذ لي لف. لا يا اخي هو ايش ايش وضعك انت يا اخ يا ابو الشباب؟ اي حاجه فيها كمبيوتر تحصل هو قدامك. خلاص بطل يتحول. This way. هو زمان مزعج بس ما معلم اعتقد صح؟ هذا معلم تكنولوجيا. Sure you don't need to stop? Stop and do what? I got your back. All right. Let's get this done. تحمي مين يا حبيبي؟ حاسس انك حتتحول. أبغاك تحمي ظهري. فأقول له والله بدأت يا خالد تخوف ترى. هذه اللقطة لا تنسى عشان ناخذها نسرقها. خاصة في نمط اللقطة. عمي هاي. هذا ما يبغى يوقف. ما يبغى يوقف. والله ترى كذا كذا بميت ميت. خبيتك من بداية اللعبة وحنا نطلق عليك صواريخ رصاص. ريحنا عليك عماير. هو تموت. ما انا عارف وش وضعه صراحة يعني. انا هم يعني الله لا طف. انا ما ادري يعني الحين يعني هم قالوا حيطفشك ترى النمسس يعني هو انه بيخلونه ما يموت يعني ولا قصده انه حيطفش كل شويه يضربك ضرب قوي ولا يطرحك في الارض ويطلع لك في الشارع. طيب هو كم ضرب؟ انا مو صراحه اللي توقعته على بالي بيطلع لي في كل دخله في كل زوق وفي كل بس آه. مو لانه لهالدرجه انه يتحول ما يبغى يموت. ما مو هذاك اللي توقعته الصراحه. انا قلت يا ابوي اللعبه حتكون صعبه كل شويه يطلع لك النمسس. ايوه عادية جدا مو هذيك ال الله يهدلان. نشوف انه مستر اكس والاخس يفوز ولا مستر اكس يفوز. هذاك مستر اكس ترى صوته لما تسمع بس تسمع المشي حقته جوة المركز حق الشرطة. اوه رصاص في له اسلحة حط ما سجلنا سجل. اوه ايش ذا؟ هذه بودرة. اعتقد انه تخلطها مع واحدة من هذول الصغيرة تجيك ايش؟ شوتجن. شوتجن دقيقة. خلنا انت موجود عندك. ما موجود خلاص. الا في واحدة كانت. انت خلطت مع واحدة واعطتك اللي هي الرصاص حق ال السلاح الصغير. بس رجع اذا تبغى ترجع ولا تخليها معك. اذا عندك مساحة خليها معك. اخذها معايا نشوف. خلاص حلو 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 حلو. اقول لك الوضع مره ما يخارج هنا مره خاصة الزوج هذا مظلم. الشغلة كلها دماء. بس لازم تتأكد ترى كل ما تدخل يعني تشيك على الخريطة. حبيبي هذا باين انه هنا يسوي النمسيس. شوف من السرير شوف مساحته اصلا بقول لك انهم كانوا يسووا نمسيس هنا. اي ايه حصلنا أيوه. واحدة بس ها ايوه شات جن ذي على ذي مو شات جن ذا مقنم. اوه شات جن. يلا حلو حلو افضل من لا شيء.
نعم طلب منا شيء. واطرد خلينا نشوف قدام ايش فيه. نعم هذا هو الباب. ليه في حاجات هنا تقراها وتضغطها ممكن؟ نضغط هنا بس قبل لا تضغط انا عشان ما تبدا شغلة الشغل. يو اس بي ولا؟ ايوه حتى اليو اس بي يفتح نفسه. مو مريء. شوف في حاجة هناك انا شفت تضغط عليها. وين؟ يسار يسار وراك. ايوه هناك. ايوه هنا هنا صح انك بس على هذه هنا. هنا ممكن تحط شوف ذا هذا ممكن حاجة زي ال لا ما اعتقد لانه هذه زي الخلطات اللي حقت النبتة عرفتها؟ شكلنا بنجيب حاجة ونحطها هنا و ايه هذا هو المكان نفس المكان النهاية اللي في Resident Evil 2 هي المعمل ده نفس المعمل هذا السيريوم انت ضاير تسوي مثلا سيريوم خاص يمكن تذبح فيه النمسس كان هو مو راضي يا حبيبي اصله في الاحضان انا واجلي وش ذا ورقه رساله من الاب تعال لك التمريض ايه يقول لك ميكس هذا هالشغل المحل عبطتين مع بعض والله ما قدرت لهم هذا ديوتو ما تقدر تسوي شيء طيب نحن اول ايوه جينا من هنا طيب خلينا نستخدم هذا طيب دقيقة قبل أن نخش هنا فليم راوند خرب بيته ذا لا حاول يعني ما نضيع رصاص معاهم لا لا سيب البعيد خليه يقرب اذا كان بتطلق على الطلق ايوه لا 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 تطلق من بعيد تطلق على من اللي هناك يعني اللي ورا تجيب كلهم يلا مو مشكلة لا مو مشكلة وين قام ده لا تخسر لا 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 لا, لا. هذا ترى ما ينفع معه الرصاص الصغير ماجنوم ماجنوم او شيء ترى هذا قاعد من الذين لا لا تعرفوا هذول ولا ايوه ايوه هم ترى عندهم شو اسمه ذا الهيلث لا الهيلث عندهم بسرعه استمنة عندهم الهيلث بسرعه تعبى ابلع بالهيلث بلا استمنة هيا عبي عاد استمنة شيء فين طلع لنا هذا اوه هنا في حاجة انا ما صندوق ذا ما اخذته عندي مكان اصلا
This must be what powers it. فاتح فمك قفل فمك هولد هذا اكبر فيوز عندهم هذا حق الطاقه الحين عشان ال فتح الباب نرجع فوق صح؟ ما في الا كذا لانه لو لو ما عشان ناخذ هذا الاول ايه جليناه في احد هنا يبغى ياخذ على راسه يطلع لي بس ها ايوه لما يطلعون كلهم مع بعض خليهم يطلعوا مع بعض انا نقول اللي يبغى تميز مو عندي معليش الله يا الحشره دقيقه عشان اخذ لازم استخدم سلاحين وعندنا اقول لك ايش عندك طيب غير ال لحظة لا 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 لحظة لحظة هذا السلاح ال ما يجي ما يجي طيب دقيقة ما يجي ليش ما شوف عندك يا انك شوف يا انك شوف عندك ست طلقات ايوه تستعمل ستة هو كل صح اي حد قوم حد قوم تمام اروان على ورا خلاص تمام اللي هناك بلا تطيح علي ايش تبغي ما في مكان نرجع طريقنا اللي اول تحت اوه تبي هذول تبي بدا ينزلوا هذا ما حد يطلع لي لا فوق انا شايفه جالس بس يلا ان شاء الله ما اوصل لك المنطقه هذه كلها فضيتها اصلا ان المكان ذا ما فيه رجع بعدين ها ولا ايش رايك حس انه ما فيه رجع بعدين خلينا نودي هذه هذا ما نحطها هناك سيمبل لازم حقت الدواء هذه نحطها في ايوه في الاله اللي فوق اللي هناك ورا ما قلت لك انا قلت لك انتبه منهم عرفت انهم موجودين ايوه هم هذا اللي اقصد عليهم ما لهم نهاية شكله البخاخ البخاخ جيمر طيب هذه
Unauthorized materials detected. Either I've got this wrong or I'm missing a step. ما يقبل. ايش هو؟ الدواء. لا ما لازم ممكن توديها مكان زي الخلط شيء زي كذا. ممكن. ممكن بيضيف عليها اللي بتخلطه وبعدين ترجع. خلاص احنا باقي له ما باقي لنا شيء. تعال ابو مشية شايفك انا ايش على بالك ماني شايفك. هم ترى يطيحوا من فوق من جهة التهوية. خرب بيتهم. تأسي تمشالي. مشيت العرجة ذي. شوف الهانتر جالسين يصنعوا الهانتر. ذا نمسيس مستر اكس. خرب بيتكم يا امبريلا. يعني شوف شيء كذا في شيء هنا على اليمين. ما في ولا شيء هنا. ما في شيء. طيب ممتاز. هذا الاسيد نغير. لا اطلق عليه اطلق برصاص عادي ذول. بس شو اللي بعده؟ اللي بعده خليه يطلع. في شيء ثاني دقيقة. اي عندك هذه الطلقة. لا عندك ذا كويس. لا في ذاك ابو راس اللي ما يموت. يخرب بيت استعملت ذا بالغلط. عادي عادي نحصل. شوف الشنطة دي. الشنطة في ذا. اوه هذا قلت لك في ذا. هذا تقدر تاخذ هذا ترى يتحلس الحال بس اهم شيء ما يصيدك. نخش شو هذا ضايع 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 ضايع. روح خذ الاغراض وخليه يطلع. خذ خذ بسرعه بس خذ اللي تبغاه من هنا. خلط فوق هذا ما في الا ايوه خلاص اترك اترك خليه يدحدر دحدر دحدر يدحدر يدحدر. ما يقدر يدحدر في واحده جوا برضو؟ ايوه. فين الثانيه؟ اي جوا هنا. خلاص فهمتنا. ناخذ ايوه بسرعه خذ الغرض وانطلق. ايوه شيء تحتاجه؟ عادي عدى 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 واحده بس. ما في شيء ثاني تحتاجه؟ لا في هذا العلبه الصغيره حق الاسيد بعدين. درا اسيد اسيد. طيب خلينا نغير. روم اسيد. ايوه هذا جاء الان كبيرهم قاعد يعلمهم السحر. غير طيب سلاحك عشان لا يعلمك. يوخر. ايوه ترى هذا سريع يقول لك هذا ترى. لا لا اول انت طلقت عليه اطلق عليه ثاني بس طلقت اول عليه بحر. بس موت تمام. من الذين خرب بيتكم. اخذت الهيلة ولا؟ ايه اخذت كل شيء هنا اصلا ما خليت شيء. ايوه انا ايوه هذا ترى نايم سيب من اول نايم نوم العوافي.
هنا هذا لا طبح من فوق انت بتدحرج من تحت لا هنا المنطقة ترى لا يتجمع من فوق يطبح زاوية نفتح او الكيس نفسه اللي فوق انا جابني من هنا طريقي مو من هنا بعد العضة تقول الطريق من هنا خذ لك لفة في جوة الغرفة خليه يتدحرج هنا في حاجة ما أول سبناها. إيش ذا؟ إيه. نضيف هذا على هذا. يلا حلو. أحلى من لا شيء. هنا الرصاص. زادت خير بركة. خلي يطلع هنا. لا أقول لك هذا ما في سقعتين كذا على رجله بس تهويزة كذا. و... ايوه زي كذا شوف شوف يسوي 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 نفسه يجلي ايوه يجلي زي كذا يجي ترى لا 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 في التجلي لما خلاص انقش بس خبيتك خلاص رجعت خلاص الذين تطلق على رجله تطلق على اذنه تطلق على وجهه لا 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 بس هو ما تطلق لين ما تكسر لا تطلق تلقتين لما يهوز عرفت سجل ما تعرف ايش راح يصير قدام محتاجين هذا ايوه وايش ها ما عندنا طلقات ولا عندنا هذا تبع ايش ذا نفسي اعرف مثل ايش ماجنوم درجه 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 شوتجن شوتجن هذا الشتقان عندنا في شرنطة وري انا مستغرب يوه اخيرا وصلنا يبغى له معادلة يبغى له معادلة هذا كلها توصل 100% في نفس الوقت نسوي هنا بعدين لو بعدين هنا بعدين ميد لا هاي هاي لا لا لو 100% كلهم في النص 50-50 طيب وين ودي؟ يخرب بيته سكيب وين يبغانا اوه من هنا يلا 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 بيتك مالك ما يخلص لا ابلع خليه يبلع ويبقع ايش يبغى هذا انت حرك ايوه علق على علق على ايوه علق روحي روحي
حبيبتي قلبي يل خلصنا منك وموت. انا عارف انك حتطلع بس حنستناك.